قناة نادي العرب في المحلة وبعض الشعراء الكرام أستاذ فتحي الأستاذ أحمد الجماعة اللي كانوا معاه نورونا وشرفونا في نادي العرب في المحلة. فلما عرفت إن ليلة الأستاذ محمد لو في آخر الدنيا مش مجرد حب الأستاذ محمد وخلاص. أنا من يوم ما عرفت الأستاذ محمد شاعر كبير، شاعر عظيم، ورد وبعض لآلئ، ورد وبعض لآلئ ترتاح في كف تعطر بالضياء وبالندى. قم هات كفك سيدي، قم هات كفك سيدي، نغزو به بعض القلوب وبعض أرواح الأحبة. ربما سكب الضياء على وريد الشعر في شوق لديهم فاستناروا. ربما راح الندى يسمو بنا لغياهب الملكوت، حيث قصائد مثل القطيفة تنتقى، حيث العصافير الرهيفات استنامت في جناح سكونها الشرقي، تنهل من خمور الصفو والنغم البهيجي. يا سيدي قم هات كفك واقترب، سنراه تسكنه جراح الروح رغم بهائه. سيمر في وهج التذكر يلتقط بعض الليالي من بكارة تنطدى، ويشير في وجع لفيض عنوسة في شارع البحر الكئيب تلفنا، نتبادل الآهات عن قدس جريح وعن استباقات الخنوع وبحر ذل قد غرقنا فيه حتى الطرق. يا سيدي قم وارمي كفك في رقاب المطرفين، فمنهم ضاقت براحات الكفاف تضمنا هذه القوافل من جراحات لوجه الريح صارت مبحرة. يا سيدي وجع القلوب إليك يأوي، مثلما طفل تسلل نحو محراب تشكل في مخيلة تروب. من ذا يجير شجونه إلاك يا بحرا تدفق من سنايا إصبعين من الحنان من الطيوب. من ذا يهدد لوعة الباكي على نهر من العبث القديم تباطأ الدلتاه في وهن غريب. يا سيد الشجن النبيل تزركشت كلماته بالأقحوان وبالندى. قل لي برب الوحي كيف نطاله كفا تعتق عنفوان مداده من وشوشات التوت أو من جزورين تواله، فرمى بكل الممكنات من الصفاء إلى سماء قلوبنا، وسعى بسر السحر يمنح رشرشات الروح للحب المرابط في فضاء الشعر كيما يستزيد. يا سيدي كفاك شمس كالملائك لا تنام، كم داعبت من زقزقات قلوبنا، كم أبدلت من همهمات الحزن عيد، كم سارعت تهدي على مهل لطير شاقه رهق الغناء معازفا، تصعد الأوراد من أوتارها مخضوضرات. فإذا مدائن عشقنا قد زارها قمر التمني بعدما كنا ندافع دونها الآهات والشجن الجديد. يا سيدي قم هات كفك واقترب، ليسير ركب العارفين على وميض حروفك الولهى بشدم الطير ماء الشعر والطهر الحزين.